سيدتي وسادتي، الله جميل يحب الجمال. العلم والعلماء يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل معالجة بعض الأمراض أو بعض الظواهر التي قد تخفي الجمال لدى المرأة وأيضا لدى الرجل. في حوارنا التالي هنتعرف على أسباب وعلاج تجاعيد الوجه، أيضا أسباب سقوط الشعر اللي بيعاني منها الكثير، وكيفية العلاج عليه، وأمراض الصلع، وأيضا أمراض السمنة وغيرها. الحقيقة الموضوعات دي بتشغل بال كتير من السادة المشاهدين، سواء كان رجال أو سيدات. النهاردة بيسعدنا في صباح الخير إن احنا نستضيف الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. نبدأ يمكن بالوجه. في كثير من الأحيان بيكون في هناك تجاعيد في الوجه، يمنا من حضرتك نعرف أسبابها والجديد في علاجها إذا كان هناك جديد في هذا المجال. هو تجاعيد الوجه ده أمر لابد إنه يحصل. يمكن في عوامل بتساعد على إنه يظهر، زي مثلا بعض العوامل الوراثية، عوامل التلوث الموجودة في البيئة، بعض الطواحن الاجتماعية اللي ممكن تأثر على الإنسان، أو الإنسان لو كان أصيب بمرض قبل كده وابتدت الأعراض التجاعيد تظهر وهكذا. أيوه. إنما أيا يكون السبب فبتظهر التجاعيد. يعني الإنسان المبوز على طول ممكن برضه تزيد وتسرع من إظهار هذه التجاعيد طبعا. أيوه. إنما الإنسان اللي بيحافظ على الطريقة الصحية في أكله، من تناوله للفيتامينات المختلفة، فيتامين ألف الموجود في الخضروات الطازجة المسؤول عن تكوين الجلد ونضارتها وحيويتها وقوتها، فيتامين جيم اللي موجود في معظم الفاكهة المسؤول عن الأوعية الدموية اللي بتغذي الجلد. إذا الإنسان ده بيحافظ على أكله هنؤجل، ودايما اللي بيضحك زي ما سيادتك بتقول مبتسم دايما، ده هنؤجل طبعا ظهور هذه التجاعيد. إنما إذا ظهرت التجاعيد فده أمر لابد منه. في مجال جراحات التجميل، تجاعيد الوجه علشان نعالجها إذا ظهرت ولابد منها، ففي كذا طريقة لعلاج تجاعيد الوجه. بنبدأ بالحقن، والحقن بالكولاجين أو الحقن بمواد الفيبرين، ودي حاجات معروفة من فترة معينة، ولكن احنا ابتدينا نبعد عنها على اساس انها مكلفه اقتصاديا، وانها ما بتقعدش فتره زمنيه الا 3 أو 4 شهور، ومحتاج انه يعيد الحقن من جديد وهكذا. في الجراحات العنيفه، سواء الجراحه اللي بنشد فيها الوجه بالكامل، بنبدا بجراحه معينه من خلال امام الاذن، خلال فتره الراس الامام الاذن، عشان بناخد كل اماكن الوجه في المراحل المتاخره بقى. دي في المراحل المتاخره او بعض الحالات الحقيقه، لكن دي زي ما انا بقول جراحه عنيفه ليها تاثير، ممكن تعمل كدمات في الوجه، المريض يقعد في البيت فتره مش اقل من اسبوعين، ممكن يكون ليها تاثير على بعض اعصاب الوجه، العصب السابع بالذات، بطريقه معينه او باخرى. الجديد قوي في الطب دلوقتي احنا بنعمل حقن الدرون. العالم بيميل للسهوله، لانه كل واحد عايز يعمل حاجه وثاني يوم ثالث يوم ينزل الشغل. جراحات اليوم الواحد. حقن الدهون، بناخد دهون من اماكن مختلفه من الجسم ونركزها بطريقه معينه ونلاقي حقنها في الاماكن اللي الوجه بيعاني منها. وبكده دي كانت طريقه من الطرق اللي ممكن نقول انها احدث الثوره في علاج تجاعيد الوجه. انما متفقين لما ينفخش الوش على حسب احنا بنعمل المنظر اللي الشخص نفسه طالبه. لما نحط دهن في وشنا هيبقى كده بقى؟ هو في فرق بين ان يبقى احقن الدهون في اماكن محدده وبطريقه، وفي فكره باني بادور او بانفخ الجلد بطريقه معينه. على حسب الشخص، على حسب الصوره القديمه، على حسب طلبه. احنا بنقدر نعمل، في اللي بيطلب حقن الوجه بالكامل، وفي اللي بيطلب خطوط معينه مجرد ان هو بيحاول ياخر كام سنه من عمره. انا عايز اقول ان احنا في جراحات التجميل بقينا نسمع على سم فرد الوش، شد الوش، الدهون، هي يعني هل هي موضه ولا تطور ولا ايه؟ هي شذات الوجه ده الواجهه اللي كل انسان بيعبر فيها وبتعبر عن كل تعبيرات جسمه. لكن كل كلمه من سيادتك قلت فيها ليها الطلب بتاعها. يعني صنفره الوجه مثلا لما الاقي الوجه فيه معين حبوب بطريقه معينه او دهون، لا يشيلوا الطبقه الاولانيه من الجسم عشان يخفر الريدز منها، فتظهر الجلد الطبقه اللي تحت الجلد دي، فيبقى الوش ناضر زي ما كان قبل كده. لكن الصنفره ليها حدود معينه، الجلد عباره عن بشره خارجيه تعرضها للليزر باين. الجلد عباره عن بشره خارجيه وتحتها طبقه الادمه، الصنفره لا تتحدى حدود طبقه البشره. اذا كان انا عندي تجاعيد او عندي ندبات في الوجه اثار من حبوب شباب او اصابات قبل كده تحت مستوى البشره، مش ممكن الصنفره هتفيد. الصنفره حدودها معروفه، سواء كانت الصنفره سواء كان الليزر. الليزر بيشتغل على مستوى البشره فقط، لا يمكن ان يتعمق الى مستوى الادمه. لان انا بظبط طول الشعاع بطريقه معينه لحد معين. ده ملوش اعراض جانبيه يا دكتور بقى؟ هو لا زال الليزر في اقاويل، اذا كنا بنتكلم عن الليزر، انما اذا كانت على الصنفره فاذا كانت بطريقه مظبوطه فهي ذاتك احنا بنشيل طبقه البشره فقط، لا نتعدى الى اقصى، لان لو دخلنا على طبقه الادمه هنعمل تشوه، دي هتبقى مشكله. الليزر ده مش المفروض ان هو بيشيل الخطوط العميقه
الزهرة قوي، وبعدين بيخلينا الخطوط الرفيعة فما يبقاش كأنه الإنسان لعب في وشه كتير. سيادتك اللي بتقوليه ده على مستوى البشرة وليس أعمق، ما اقدرش أدخل أعمق من كده. يعني الكلام اللي بتقوليه ستات لو كان في خطوط عميقة على مستوى البشرة الليزر مفيد جدا، لكن إذا كان أعمق يعني ما يقدرش الشفافها يتخطى زي كده. ما هي دي ضحكتك. لأن دي بالظبط علامات بتدخل إلى مستوى أعمق في حركة عضلات معينة بطريقة معينة هي اللي عاملة هذه الخطوط. فالليزر ليه إمكانيات محدودة في أشخاص محدودين. على كل إحنا تطرقنا لموضوع يعني الوش والشد الوش، إنما في موضوع بيشغل بال بقى الستات والرجالة على السواء هو السنة. برضو سمعنا عن موضوعات كتيرة جدا بيتطرق ليها الإنسان في السنة. طبعا آخر حاجة أنا قريت عليها تدبيس المعدة. يعني إيه بقى تدبيس المعدة؟ يعني هنمشي بدبابيس في معدتنا نقلل حجمها يعني. هو بالظبط زي ما سيادتك بتقول بالظبط، هو السمنة ليها أسباب كتيرة جدا، سواء كانت السمنة الوراثية اللي هي بتمشي في العائلات وده ثابت حديثا، أو كانت السمنة اللي هي الهرمونية اللي تتعلق بالغدد والتغيرات اللي بتحصل في الغدد الصماء، أو كانت السمنة الكسل اللي فيها بناكل وما بنبذلش مجهود فبتظهر علينا، أيا يكون السبب إحنا بنعالج السمنة. السمنة علاجها بداية علشان ما ندخلش مباشرة في تدبيس المعدة الأسلوب الغذائي هو الأسلوب الأمثل إن إحنا نمنع السمنة. الواحد لازم يعرف طريقة أكله كمية السعرات اللي محتاجها، لازم يكون في صفائية يقدر يحافظ على كمية الأكل اللي بياكلها. الحاجة التانية لازم يكون في أسلوب رياضي، لأن الرياضة مع السمنة وغيرك المشي، الرياضة بتحرق الدهون بتخليها مصدر للطاقة، الرياضة بتمنع ترسيب الدهون خليط الكثافة على جدار الأوعية الدموية وبالتالي بتقلل من الإصابة بالزهق الصدري وارتفاع ضغط الدم. الرياضة بتحرق الدهون اللي موجودة في العضلات بنسبة أقل فيبقى الإنسان قوي. إنما إذا دخلنا في الطريق الجراحي، في الطريق الجراحي في ثلاث طرق، يا إما في الحالات البسيطة والمتوسطة بنعمل شفط الدهون أو استئصال الجلد مع الدهون. الطريقة الجديدة اللي سيادتك بتسألي عنها اللي هي تدبيس المعدة في الحالات العنيفة اللي فيها سمنة تزيد عن 35 كيلو من بالنسبة لمتوسط وزن الشخص المناسب، بنبدأ نفكر في إن إحنا نقلل من حجم المعدة. إذا عملنا جراحة عنيفة وشلنا حجم كامل من المعدة، دي من الجراحات العنيفة اللي المريض ممكن ما يستحملهاش. لكن الطريقة الجديدة من خلال المنظار إن إحنا بنعمل تدبيس المعدة، عبارة عن إيه؟ فتحة من فوق نازل فيها الأكل، هي الفتحة الفؤادية، وفتحة من تحت الفتحة البوابية. باجي عند الفتحة البوابية دي وبدخل بتدبيس بذاكرة معينة من خلاله بصغر حجم المعدة. بدل المعدة ممكن تاخد لتر لتر ونص، بصغر الحجم بحيث إنه بياخد من 50 ل 100 سم. فكل أكلة بياخدها من 50 ل 100 سم بتكون هي دي الحجم المناسب. التدبيس ده بيتم بطريقه من ثلاثه، يا تدبيس فقط، يا اما بركب حلقه فوق الصمام الفؤادي، دي حاجه ثانيه، يا اما بعمل تدبيس من 50 ل 100 سم واوصل جزء من المعده للامعاء الرحمه. كل ده بتحايل بيه عشان كميه الاكل اللي داخله الجسم تبقى اقل، نمره واحد، نمره اثنين، كميه امتصاص الاكل تبقى اقل في الشخص. هنحاول نخلي بالنا عشان ما نتدبسش. في اتصال يا دكتور بعد اذنك مع حضرتك. ايوه صباح الخير. الو الو صباح الخير. الو انا سامعاكي. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايز اسال الدكتوره على جلسات التخسيس بالابر الصينيه دي، بتجيب نتيجه فعاله جدا وبتنزل السمنه بطريقه مدهشه يعني، بس هل ليها اثار جانبيه ككانسر؟ سمعنا عليها اشاعات او بتجيب عقم او حاجات زي كده. هو سيادتك استخدام الابر الصينيه ده طب معروف علميا تماما، وده طب من الطب الصيني، استخدمت بطريقه مناسبه فهي بتخسس بطريقه ممتازه جدا. لكن انا عايز اقول ان مجرد ما بتتشال الابر بيرجع الشخص ما كانش عنده قوه اراده ويرجع ياكل تاني ويرجع كما كان. فالابر الصينيه في حد ذاتها المتخصصين بيقوموا بيها مفيده جدا، لكن انا زي ما بقول مجرد شالينها الانسان بيبتدي يرجع لعاداته القديمه، بتبتدي تفقد قوتها. في حاجه اسمها سيدز دلوقتي او بذور بيحطوها في الودان غير الابر الصينيه، ده حاجه مختلفه عن الابر الصينيه. هو سيادتك الفكره واحده، ان انا بمسك يعني في الودن في حوالي 296 نقطه، كل نقطه مسؤوله عن شيء معين، فانا بضغط على هذه النقطه سواء ضغطت عليها مركز الجوع ومركز الشبع، سواء ضغطت عليهم بابره صينيه او بسيتس، فانا باثر على مركز الجوع ومركز الشبع الموجودين في المخيخ، وبالتالي بأثر على قضية نفس الفكرة يعني. نفس الفكرة. والله عايز أسأل على سؤال برضه مهم جدا، بعض الناس بتلجأ إلى حاجة اسمها تذويب الدهون، فيحطوا مثلا أجهزة زي فيها فايبريشن أو عشان تساعد على إن هو يمتص الدهن من الجسم، هل في خطورة؟ هل دوت فعلا ولا هو وهم الستات بتمشي وراه؟ لا ده وهم، مفيش حاجة عندنا اسمها تذويب الدهون. تذويب الدهون ما بيتمش الا باجهزه خاصه ويتسحب الى الخارج، انما ازيد الدهون علشان ادخلها جوه الجسم ده مفيش حاجه اسمها كده. انما هي الفكره ايه؟
ان انا بعمل فايبريشنز ممكن النهايات العصبيه تستفاد منها، عضلات البطن تستفاد منها، انما علشان افقد كميه معينه او سمك معين من الدهون عن طريق هذه الهزازات نوع من الكلام غير علمي على الاطلاق ولا يستند لاي اساس علمي. ممكن نوع من انواع المساج. اوكي. هناك اتصال هاتفي اخر يا دكتور بعد اذنك برضه ممكن نسمعه معاك. الو. ايوه. الو. صباح الخير. صباح الخير. ازاي؟ صباح الخير، ازيكم؟ من فضلك كنت عايزه اسال الدكتور عن حب الشباب. حب الشباب بيبقى رغم العنايه الكامله في الوش يعني وغسيل مستمر واستعمال كريمات اللي هو مثلا ممكن كومب والاكمايسين وكده، ومع ذلك الحبوب موجوده وما بتروحش، بالعكس بحس انها متقيحه. وهل هي بتسيب اثر؟ انا خايفه ان تسيب اثر يعني على الوش. هي حبوب الشباب بتظهر في مرحله معدده اللي هي مرحله البلوغ، لكن ممكن حبوب تظهر في الاطفال الصغيرين اللي هم بيجيلهم من خلال المشيمه، وممكن يحصل بعد مرحله العجز. انما ايا يكون الحبوب، فالحبوب دي الحقيقه عايز اقول ان لابد من ان احنا نعملها بطريقه مظبوطه. الطريقه مظبوطه من ناحيه العنايه بالبشره، من ناحيه استخدام الكريمات المناسبه لهذه البشره، من ناحيه المتابعه. فيعني سوء استخدام الحاجات، ويمكن هي الاخت قالت كلمه كريم من الكريمات، ده غير مستحب في حب الشباب خالص. فلابد من انك انت تاخدي علاجك تحت اشراف طبي المناسب لبشرتك. فحب الشباب اذا اخذ بطريقه مظبوطه مش هيترك ندبات، لكن لو ساب ندبات هندخل في متاهات السنطره ومتاهات حقن الدهون وحاجات. دكتور منير، يمكن برضه نقطه اخرى بتشغلنا كلنا هي الشعر وتساقط الشعر وكيفيه حمايته وطرق علاجه. الشعر كائن حي. ليه مرحله نمو بمعدل 2.1 مللي في الاسبوع لمده سنتين لخمس سنين، مرحله سقوط، وبعد كده مرحله انتقاليه. الشعر في جسم الانسان 5 مليون شعره، في الرقبه في مليون شعره. في الشعر بس فروه الراس 100,000 شعر، 100,000 شعر هم دول كل المشكله اللي الناس بتعاني منها. الحقيقه المعدل سقوط الشعر الطبيعي من 50 ل 100 شعره في اليوم، لكن لو زاد عن هذا المعدل بنبتدي نسقط في سقوط الشعر. فيبقى في سقوط شعر طبيعي، في سقوط شعر مرضي. سقوط الشعر المرضي يا اما بيكون وراثي اللي هو زي الصلع، مرضي من امراض معينه. في امراض سيادتك لو لغينا السبب يرجع الشعر كما كان، يبقى مفيش تدمير للبصيلات. زي مثلا اضطرابات الغدد الصماء، زي تناول حبوب منع الحمل، زي البول السكري، او ممكن في امراض ثانيه مراحل معينه، تناول عقاقير معينه زي الادويه العقاقير اللي بتتخذ في الاورام. في امراض ثانيه اللي هي الزنك قليل في الاكل والحديد قليل في الاكل والبروتينات قليله في الاكل والثعلبه. كل المجموعه دي سيادتك اشيل السبب يرجع الشعر كما كان، مفيش مشكله. لكن في مجموعه امراض مهما اشيل السبب مش هيرجع الشعر. زي تكميم ندبات، حروق في فروه الراس، اورام في فروه الراس، مانيا مرض من الامراض في فروه الراس، مرض فيروسي زي الهربس العصبي لو اصاب فروه الراس، مرض فطري زي القرع لو اصاب فروه الراس، مرض بكتيري زي الزهري لو اصاب فروه الراس في المرحله الثالثه وهكذا. دي امراض بيحصل تليف في فروه الراس، تدمير البصيلات، مهما ادي علاج مش هيرجع الشعر. طب ناخد مكالمه التليفون دوت. الو. ايوه. الو. الو. طب نكمل على موضوع تاني، البهاء. في كتير عندهم مصابين بالبهاء، وده يمكن مرض من الامراض الجلديه. مدام حضرتك اتكلمت على الشعر وكده، هل ممكن ان احنا يعالج البهاء؟ هل ممكن يخف النسبه بتاعته؟ هل ممكن ان احنا في يوم من الايام يرجع الجلد زي ما كان؟ البهاء مشكله. البهاء معناها ان الخلايا الملونه للجلد اختفت في منطقه معينه، ودي ليها نظريات يعني لغايه دلوقتي ما نعرفش السبب. في نظريه بتقول ان السبب في اضطرابات في الغده الصماء، يعني بنلاقي زياده افراز الغده الدرقيه تحت الرقبه تعمل بهاء في بعض الحالات، زي مرض اديسون يعمل بهاء. في نظريه ثانيه بتقول النظريه النفسيه، الانسان يتنرفز جدا تجيله صدمه نفسيه عصبيه يرجع يبتدي يعاني من مرض البهاء. في نظريه ثالثه بتقول نظريه المناعه، ان البهاء في اجسام مضاده موجوده في الجسم، كل ما الاجسام المضاده زادت في مرض زي البهاء. ودي ممكن نميل ليها اللي هي نظريه الاجسام المضاده. وما ننساش ان البهاء فيه عامل وراثي. مشكله البهاء حاجه كبيره قوي، انه مرض بيستمر وعلاجه حتى هذه اللحظه صعب جدا، لكن في طرق كتير للعلاج. تبدا من العقاقير، والعقاقير نسبه عاليه جدا ليها تاثير ضار على الكبد. ايضا في بعض المس الموضعي او الاشعه فوق البنفسجيه برضه تاثيرها محدود. في جراحات التجميل يا اما بنشيل المكان اللي فيه البهاء، يا اما بنشيله ونحط رقعه جلديه او بنقفله. لقينا ان نسبه من الحالات بعد ما نشيله سنتين ثلاثه يبتدي يرجع في نفس المكان. ففي علاج جديد جدا في طريق من طريقين، يا اما بنحقن صبغات نباتيه معقمه تعقيد خاص واخده موافقه من اعلى هيئه علميه تهتم بصحه الانسان الاف دي اي فود اند دراج ادمنستريشن في امريكا،
دي بتقول ان هذه الصبغات في حقنها في مكانها بتقدر تدي لون زي لون الجلد يخلص من مشكلته. ده طريق. في طريق تاني ان انا بجيب من نفس جلد الانسان رقعه جلديه دقيقه جدا وازرعها كجزر في الاماكن اللي فيها الرقعه. واسيبها على مدى 5-6 اشهر تبتدي الجرس دي تفرش وتخلص مشكلتك. يمكن هم دول احدث طريقين. يعني دكتور منير يمكن واحنا داخلين على فصل الشتاء ونحب نطمن على اطفالنا واهم الامراض الجلديه اللي ممكن تصيبهم وبرده كيفيه الوقايه والعنايه بجلد الاطفال. خصوصا اليوم مزاج يلعبوا في الميه يعني. يصحوا بدري ويتعرضوا طبعا لتيارات هوائيه بارده الى اخره. هو سيادتك مجموعة الأمراض يغير معدية. لو قلنا المعدية في مجموعة أمراض بكتيرية أشهرها الحصف والدمامل والخراجيج والحاجات كلها، وواضح من اسمها إن هي أمراض عدم النظافة. في مجموعة أمراض فطرية، الفطريات أشهرها يا إما التنية لعب في المية والحاجات اللي سيادتك قلت عنها، يا إما سوء استخدام المضادات الحيوية في الطفل، وبص ألاقي البق بتاعه يجيله التهابات. دي فطر جه لاني قتلت البكتيريا المفيده الموجوده في الفم من سوء استخدام المضاد الحيوي فابتدى يعمل فطريات معينه في الوقت. ايضا في بعض الامراض الفيروسيه سيادتك يمكن في اول تكلمنا عن الانفلونزا والحاجات برضه دي امراض بتقدر تصيب الطفل وبتدي بعض الاعراض بالنسبه للجلد. بعد كده في الامراض الحشرات اشهرها حشره الامن حشره الجرف برضه في الاطفال اللي ما فيهمش نظافه او احتكاك جامد بينهم وبين بعضهم ممكن يؤدي الى هذا الكلام. فدي كلها مجموعه امراض مكتمله ممكن تصيب اطفال كلها تهتم بنظافه الجلد لحسن معامله الطفل لحسن تغذيه الطفل واكيد مش هيعاني ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احنا سعدنا بلقاء حضرتك واهلا بك صباح الخير وان شاء الله وصلنا الى يعني اجابات لموضوعات مختلفه سريعه. طبعا بالصحه والسعاده والجمال زي ما قلنا في بدايه اللقاء. ان الله جميل يحبنا. شكرا. شكرا. صباح الخير.